خلينا نناقش مثال هسه هنا، نناقش تأثير المتسعات وكيفية التحييز وكيفية إيجاد الفولتية النهائية للفي دي اس والتيار الكلي بتأثير وجود مصدرين. خلي انتبه على هذه الدائرة هسه. السؤال: افترض انه احداثيات نقطة العمل هي 10 بـ4 ملي امبير، واحداثيات الكيو واحد هي فراغ 5 ملي امبير. المطلوب للدائرة المبينة بالشكل اللي هي هذه، مطيني فولتية في دي دي طبعا مجهولة، مقاومة الدرين 2 كيلو اوم، متسعة خارجية 3، وادي فولتية اخراج او نقطة الاخراج هي الاوتبوت، مقاومة السورس مجهولة، متسعة معاها بالتوازي سي 2، مقاومة الجيت ما عندي قيمتها، سي 1 المربوطة مع مصدر الفولتية البي ان اوف تي. زين، هذه الدائرة اللي تمتلك هذه الخصائص. المطلوب هسه لهذه الدائرة ضمن هذه الاحداثيات هي ايجاد اولا الفي ام اللي هي الماكسيمم فاليو بالنسبة لمن للاشارة، يعني في ام ساين اوميجا تي. المطلوب هو ايجاد مقدار قيمة الفي ام، ايجاد قيمة الفي دي دي، ايجاد قيمة المقاومة مات السورس. المطلب الثاني ايجاد احداثيات النقطة اي، هذه هي النقطة اي وهذه النقطة بي باعتبار على خط على الخصائص الاستاتيكية للعلاقة ما بين تيار الدرين وما بين الفي دي اس. بعد ايجاد احداثيات النقطة كيو 1 باعتبار قيمة الكيو 1 بالنسبة للفولتية مجهولة، واحداثيات الكيو 2 ما معلومة. بعد انه رسم الفولتية الكلية في اوت اوف تي والفي دي اس اوف تي. حتى ابدي بتحليل هذه الدائرة لايجاد المجاهيل او لايجاد خطوات الحل، اول خطوة احنا دائما نتعامل ويا من بتحليل الدائرة ابدي بالدي سي، لان ذكرنا في مقطع سابق من ناقشنا انه كيفية تحديد شروط التحييز الدائرة، انه تحييز الترانزستور بالدرجة الاساسية ويعتمد على من على الدي سي، على مصادر الفولتية بالنسبة للدي سي، بحكم انه الفولتيات تكون اكبر بكثير من فولتيات الاي سي سيجنال. اذا اول خطوة ابدي بها لازم احلل الدائرة ما انت في الدي سي. زين، الخطوة رقم 2 هسه اللي هنا انه خلي انتبه على نوع الترانزستور، وهذا يتحدد من قطبيات التيارات والفولتيات. فهسه اول خطوة اقول اولا التحليل الدائرة مالتي هذه في حيز الدي سي، فاقول دي سي اناليسيس. زين، حتى احلل الدائرة كل المتسعات راح يكون تأثيرها اوبن سيركت، وكل مصادر الإشارة راح تكون عندنا شورت سيركت. فأقول إذا هنا المتسعات سلوكها اوبن سيركت، والأي سي سورسز إذا كان موجود سلوكها شورت سيركت. زين، فإذا كانت هسه المتسعات هنا عندي اوبن سيركت، إذا أولا وظيفة المتسعة الأولى إنه تعزل لي مصدر الإشارة المتناوب عن الدائرة، ونفس الكلام السي 2 راح تنعزل هنا، والسي 3 راح تكون تنعزل، فتبقى الدائرة مالتنا هي عبارة عن مصدر بمقاومة بترانزستور مالتنا اللي هو مقاومة الجيت، وهنا عندي مقاومة السورس. الدائرة هذه الشكل، هذا طبعا الجراوند، هذه هنا ار جي ار دي، وهنا عندي الار سورس، وهذه البي دي دي. زين، هسه هنا حتى ابدي بالتحليل ادي مجاهيل، يعني الأمثلة اللي سابقنا السابقة اللي ناقشناها كانت إنه أكو قيم للفولتية وقيم للمقاومات. زين، راح أبدي هسه بتحليل الدائرة. هذا هو التيار المدفوع من قبل البطارية، واللي هو نفسه راح يمر بمقاومة السورس أو بطرف السورس، هو نفس الاي دي. زين، حتى أبدي بإيجاد معادلة خط الحمل هسه المستمر باعتبار التحليل مالتنا في حالة الدي سي، راح تكون عندنا فولتية المصدر تساوي تيار الدرين في مقاومة الار سورس زائد الار درين باعتبار جاي يمر بيناتهم، زائد الفولتية اللي هي اللي هنا اللي هي الفي دي اس زائد الفي دي اس. زين، ومن عندها راح يكون عند العلاقة مالتنا انه معادلة خط الحمل اللي هي الاي دي راح تكون هي في دي دي على ار دي زائد ار اس ناقص 1 على الار دي زائد الار اس في قيمة الفي دي اس. بالتالي الميل مالتنا من هو هذا الكمية، الميل بالنسبة لمن؟ لمعادلة خط الحمل المستمر. زين، في حالة هسه الاي سي، هسه هذا الدي سي، الاي سي ايش راح يكون عندي؟ اذا اريد ابدا احلل في حالة الاي سي، الدائرة المكافئة مالتنا هسه اولا المتسعات سلوكهم راح يكون عندنا شورت سيركت، ومصادر الدي سي راح تكون شورت سيركت. اذا صارت هالشكل الدائرة مالتي، خلي انتبه على الدائرة مالتنا بالسؤال. اولا المصدر اللي موجود اللي هنا السي 1 راح تدخل لي المصدر الاشاره بالعمل، السي 2 راح تلغي مقاومه السورس باعتبار راح يصير عليها شورت سيركت، اضافه لانه هنا راح يكون عندي اوتبوت ومصدر الفولتيه البي دي دي راح يصير عندنا بالجراوند. فمن ارسم الدائره هسه مالتنا
الدائرة المكافئة راح يكون عندي هو عبارة عن مصدر فولتية إدخال VN، مصدر متناوب، هذه مربوط طبعا بالترانسستر بهذا الشكل. هنا عندي مقاومة الجيت، هذه مقاومة الجيت هنا، وهذا الطرف راح يكون هو عبارة عن مقاومة، هذه RD، هذه هنا مو هالشكل، هنا راح تكون مقاومة الجيت، هذه RGET. زين، هسه إذا أريد أوجد الفولتية مالت الإخراج، أولا هذه هي الفولتية اللي موجودة تمثل الـ VGS، هذه VGS. زين، بعد هذه التيار اتجاهها هالشكل راح يكون تيار الدرين الـ ID of T، وبالتالي هذه راح تكون الفولتية اللي هي الـ VDS. هسه هنا بهذه الدائرة باعتبار هذه هي الـ VGS هي نفسها الـ VN، فأقول الـ VGS of T هي نفسها تمثل فولتية الإدخال VN of T. هذه واحد. بعد إذا أريد أوجد هسه معادلة الـ AC load line، إنه قيمة الـ ID of D اللي هي العلاقة تربط ما بين تيار والـ VDS راح تكون مساوية إلى سالب واحد على الـ RD في مقدار قيمة الـ VDS of T، فبالتالي الميل مالته واحد على الـ RD مقارنة بالميل مالت الـ DC load line واحد على RD زائد الـ RS، فبالتالي ما عندنا انطباق ما بين الخطين. زين، هسه بعد ما إنه صار عندي خلينا نقول صورة أولية انه عدم انطباق ما بين الدي سي لود لاين والاي سي لود لاين، هسه خلي ابدي اشتغل على ضوء المعطيات اللي موجوده عندنا. فهسه اول نقطه ابدي اشتغل عليها هي ايجاد مقدار قيمه الفي جي اس اوف تي. الفولتيه مالتنا اللي هي الفي جي اس اوف تي الكليه هي عباره عن الفي جي اس خلينا نسميها في الدي سي اللي هي نسميها كيو بوينت زائد الفي جي اس اوف تي اللي هي ساون الفي ان، فبالتالي معادلتها راح تصير هي في جي اس كيو زائد الـ VN of T. زين، ومن أعوض عنها شو راح يصير عندنا؟ راح تكون مساوية إلى من هذه المعادلة إنه الـ Q1 احدياثياتها اعتبادا على الملاحظات المعطينية أو المعطيات هذه تمثل مقدار قيمة الـ VGS الأولى اللي بها قيمة الـ Q1، وهذه هي الـ VGS الثانية اللي بها قيمة الـ Q2، فبالتالي هذه المعطيات هي على أساسها راح أبدي أشتغل. فراح تكون هنا عندنا انه بالنسبه للكيو 1 انه قيمه الفي جي اس كيو زائد الفي ماكسيمم تساوي لي سالب 1.9، بينما الكيو 2 احداثياتها اللي هي الفي جي اس كيو ناقص الفي ماكسيمم تساوي لي سالب 2.1. من هذول المعادلتين راح استخرج مقدار قيمه الفي جي اس كيو، فاذا راح يصير عندنا قيمه الفي جي اس كيو هي مساويه الى سالب 2، وهذا يعني انه قيمه الفي ماكس تساوي لي 0.1. فصار هسه اولا قيمه البي ام صارت معلومه عندي، وعندي الفي جي اس كيو صارت معلومه. زين، وهذا يمثل المطلب الاول. زين، بما انه قيمه البي جي اس في حاله الدي سي هي تساوي لي ناقص تيار الدرين في قيمه المقاومه السورس، وهي تساوي لنا سالب 2. زين، وبما انه قيمه تيار الدرين معلوم 4 ملي، يعني قيمه الاي دي معطيني اياها بالسؤال هو 4 ملي امبير. من وين معطيني اياها بالسؤال؟ معطيني اياها من احداثيات النقطه كيو اللي هي 4 ملي امبير. فهسه صار عندنا معلوم من هذه المعادله اقدر استخرج مقدار قيمه المقاومه، فاقول اذا مقدار قيمه او بما انه قيمه الفي دي دي الفولتيه الكليه هي عباره عن قيمه الفي دي اس زائد تيار الدرين في قيمه الار سورس زائد الار درين تساوي هذه المعادله هي 10 الفي دي اس معطيني اياها باحداثيات النقطه زائد تيار 4 زائد قيمة المقاومة بالنسبة اللي هنا عدي 2 زائد 0.5 صار عدي هنا في 4 في 2 باعتبار قيمة 2.5 كيلو، هذه راح تكون مساوية حسب هذه المعادلة هي 20 فولت. فصار عدي قيمة الـ VDD معلومة، وعدنا قيمة الـ RS معلومة، وعدي قيمة المقدار المقدار قيمة R-Drain معلومة. زين، هسه أبدأ أشتغل على اليمن على كيفية تحديد احداثيات النقطة A و B. فاحداثيات النقطة A و B اللي رايدها هي هذه الـ A والـ B حتى أبدي عليهم. أولا بالنسبة للنقطة B، إذا أريد أشتغل هاي النقطة B بالنسبة اللي هنا احداثياتها تيار الدرين يساوي صفر. زين، ومن عندها راح أبدي أشتغل، فأقول أولا at B point تيار الدرين يساوي صفر، وبالتالي إذا أعوض عن قيمة تيار الدرين يساوي صفر بهذه المعادلة راح تكون عندنا الـ VDD تساوي لنا الـ VDS، هذا يعني إنه قيمة الـ VDS تساوي لي 20. زين، وبالنسبة عند الـ A point إيش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندي قيمة الـ VGS تساوي صفر، هذه الـ A
بوينت قيمة الـ VGS تساوي صفر. فبالتالي شو راح يكون حسب التعويض؟ إنه قيمة تيار الدرين تساوي حسب معادلة الديس لود لاين راح تكون مساوية إلى قيمة الـ VDD على قيمة الـ RD زائد الـ RS، ومن عندها راح تكون مساوية إلى 8 ملي أمبير. إذا صار هسه أحداثيات النقطة بالنسبة للأي، فتصير هنا أحداثيات النقطة أي هي عبارة عن 0.8 ملي أمبير، وبالنسبة للبي راح تكون هي عبارة عن مقدار قيمة الـ VDS اللي هي 20/0. هسه إذا أريد أطلع معادلة التيار الكلي الـ ID، فأقول إذا هنا معادلة الـ ID of T باعتبار رايد من عندي الفولتية الكلية أرسمها، وبالنسبة للـ VDS والـ Vout راح تكون مساوي إلى 4 + 1 sin ω t، هذه بالنسبة لمن أحداثيات التيار. زين بالنسبة للـ Q1 شو راح تكون؟ Q1 أحداثياتها تعطيني مقدار قيمة تيار الدرين يساوي لي 5 ملي أمبير. هو مطيني إياها، من وين عرفت هذه واحد؟ لأنه بالسؤال ذكر لي أنه أحداثيات التيار هو واحد، بمعنى أنه صار زيادة بمقدار قيمة 1 ملي أمبير. إذا صار مقدار قيمة التيار في حالة الأي سي قيمته واحد، لذلك كتبت عنه 1 يعني 4 + 1 ساين ملي ساين أوميجا تي. زين هذا يعني الـ ID of T هو قيمته 1 في حيث ازداد بمقدار قيمة 1. زين هذا بالـ Q1. الـ Q2 راح يقل بنفس الزيادة، يقل بمقدار 1 فيصير هو أحداثياته، يعني أنه قيمة التيار ما تصير هو 3 ملي أمبير باعتبار زاد بمقدار 1 وقل بمقدار 1 ملي أمبير. زين الـ VDS of T هي عبارة عن معادلتها 10 - 2 ساين أوميجا T. فبالتالي شو راح يصير عندي؟ انه بالنسبه للكيوان قلت بمقدار 2 فصارت 8 فولت، وبالنسبه للكيو2 زادت بمقدار 2 فصارت 12 فولت هالشكل. زين هسه اذا اريد ارسمهم راح يصير الرسم مالتنا بهذا الترتيب، انه هذه هي عباره عن مقدار الدي سي اللي هي قيمتها 10 وراح يقل بمقدار 2 او يزداد بمقدار 2 بهذا الشكل. هذه راح يصير هنا عندي 8 وهنا راح يكون عندي 12. هذه بالنسبه لفولتيه الفي دي اس، هذه الفي دي اس اوف تي مع تي. زين اذا اريد ارسم هسه الفي اوت لوحدها، الفي اوت هي تمثل مقدار قيمه الفي دي اس اوف تي، فرسمها راح يكون لوحدها بهذا الشكل. هذه راح تكون عندي 2، هذه -2، هذه تمثل الفي اوت اوف تي اللي هي نفسها الفي دي اس اوف تي في حاله الاي سي. زين اذا اريد احسب مقدار قيمه الكسب، الكسب بالنسبه اللي هنا راح يكون مساوي الى فولتيه الاخراج على فولتيه الادخال. الاخراج اللي هي هذه -2 ساين اوميجا تي على ادخال الفي ان اللي هي 0.1 الاشاره مالتنا ساين اوميجا تي، وبالنتيجه مقدار التكبير هو -20 بالنسبه لمقدار قيمه الجين. وهذا راح نناقشه من نوصل لموضوع الدائره المكافئه بالنسبه للترانزستور. عندي 3 انواع، وبما انه هذا الادخال مالتنا على الجيت والاخراج على الدرين فهو الكومن سورس، وهذا راح نناقشه بموضوع الانواع دوائر او الدوائر المكافئه للترانزستور وانواعها وكل واحد مقدار قيمه الكسب والتكبير واستخداماته.